ممكن يكون غالي علينا أكتر من ولادنا؟ أكيد هم أغلى ما في حياتنا وأكتر حد بنديله اهتمام ونتشغل بطلباته واحتياجاته. والاهتمام بكل إنسان من طفولته وكل خطوة بنمشيها معاه بيكون ليها ثمار حتى لو بعد وقت طويل، ومهما كانت الظروف صعبة تعبنا هيكون له نتيجة. أنا اسمي نعمة يوسف، والدة شنودة هاني. أنا اسمي شنودة هاني بخيت، وعندي 7 سنين ونص وفي سنة تانية. هو شنودة كان مولود طبيعي جداً، مفيش أي حاجة، لغاية ما سن 1.5 سنة كده لقينا أن ابتدى يبقى مش شايف. عملنا طلع أن الموضوع فيه ورم مع المخ فضغط على العصب البصري. عملنا العملية وكان في احتمالية أنه يشوف، بس الدكاترة أكدوا أن الورم ضغط على العصب البصري جامد فما كانش شايف. 1.5 سنة العملية خلصت وكله بقى تمام، لغاية ما ابتدينا بقى نعرف أن بقى وضع هنعيشه، واقع هنعيشه. فابتدى أن هو حسيت أن هو ذكي، يعني تقولي الحاجة قدامه مرة تلاقيه حفظها، أي حاجة يسمعها ممكن يعيدها، يعني ضربة الناقوس مثلا لوحده كده نلاقيه سمع معلم الكنيسة بيضربها ابتدى لوحده يتعلمها، يعني حد يديله قصيدة يحفظها ويقولها بطريقة حلوة. ما أنا ما علمتوش أي حاجة، هو لوحده لقينا إن هو بيقول كل حاجة بطريقة الشعر كأني حد معلمه، هو محدش علمه ولا حاجة. بالظبط مفيش اي اختلاف، يصحى من النوم ياخد دواء يلعب مع اخوه عادي جدا، مفيش اي فرق بينه وبين اخوه اللي اصغر منه. اخويا اسمه كراس وعنده 5 سنين وبنلعب مع بعض، عندنا عربيه وسكوتر بنلعب بيهم، بنخترع اختراعات، بنتمرجح على المرجيحه، بنمثل. أخوه أصغر منه بس عينيه، يعني في لعبهم مع بعض تلاقيه بيساعده، مثلا يمثلوا مع بعض، يقعدوا يتكلموا مع بعض، يحكوا مع بعض. حاجة وقعت من شنودة تلاقي أخوه كراس يروح يجيبها، مش مثلا يمل ولا يبقى متضايق، لا يعني هو عينيه، كراس أخوه عينيه. بيبقى مش عارف الكلمة مثلا أو ما أنا قايلها له، يقول لي الحروف كذا 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 وما يلهاله، أجمعهم على بعض وأقول، بيجيب لي الدواء بتاعي وبيساعدني في حاجات كتير. هو شافني أنا وبابا بنعمل إزاي، ابتدى هو يتعامل معايا بنفس الطريقة، يعني محدش جابر كراس خالص أو محدش بيجبر كراس إن هو يعمل كده، لأ هو شايفنا إحنا بنتعامل إزاي فهو بيتعامل معايا بنفس الطريقة بتاعتنا. أنا فكري حيران في أمورك يا عدرا، ازاي جالنا من بطنك اقدس ثمره، جبرائيل رئيس الملائكه جالك وقالك بشرى، في النساء انت مباركه يا بنت داود يا حره، صدقتي كل الكلام رغم صعوبه الفكره، وبيكي صار السلام وعلى الارض المسره، شريط هارون انت شايله جواها جمره،
زي عرش الرب حملتي كل النور والقدرة، بتواضع قمتي وسافرتي عبر الجبال والصحراء، 3 شهور خدمتي ألي صباط ورب الأسرة، في المزود لما وضعتي عاطي القوات والسترة، نظرتي إليه وسبحتي مع الحملان والبقرة، في الرحلة لمصر باركتي مية النيل والشجرة، وفي كل مكان حطمتي أصنام كل الصحراء، للجوع تحملتي والألام الغربة صبرة، وبأمر الملاك رجعتي وسافرتي أوام للنصرة، وفي عرس قنا حضرتي مع يسوع وكل الحضرة، وبإيمان منه طلبتي تحويل المية الخمرة، وفي قلبك حفظتي أمور كتيرة أخرى، وأحزان أليمة تحملتي في صمت وكنت شاكرة، لحديد مكياس سيحتي وحطمتي كل الكفرة، وبجوار ابنك صعدتي وكنت لكل الناس عبرة، ولتوما لما ظهرتي في موكب مجد ونصرة، صلى التلاميذ وحضرتي في يوم 16 مصر. بنحضر نشاطات في الكنيسة، أي حاجة في الكنيسة بنعرف، ألحان مثلا، مهرجان ممكن يشترك فيه ويتفوق على زمايله كمان، وقداسات يوقفوا وسطهم، المعلمين بتوع الكنيسة مساعدينه جدا على كده، مدين له فرصته ومدين له ثقته بنفسه. بسلسل مريم خن في قوت صعب شوي سأوي نعمم باسم نريد استبهم مفقريكم كتفريتي تفقص إنجي دافيدخم ببسلموس جياس أوهي إرادس إنجي تيقورو سأوي نعمم كبورو سولومون موتي إيروس خم بيجو إن تنيجو جيتا صوني أوو تا إجفيري تابولي سمي يروسالين أفتي ميني غاريروس خن هنيشن راني فيتشو سيجي أمي إيفول خيم بكتيبوس أوسيات صوبن أرو مطا شيريني أوتي برسي نوستي أورو إمي إن أليسيني شرب شوشانتي بنجن وصاري إجبو نان نمانو إيل تنتي هواري بن مفيوتي بروس تاتيس اتنوت نارن بن شويسيسوس بخريستوس انت فقان النافي نانيفول. دخلنا مسابقة مثلا ترانيم، ألحان، رقصة، الرقصة دي بنشغل الأغنية ونرقص معاها، وحفظنا أغنية وترنيمة إنجليزي. الألحان هو الأستاذ بيبعت فيديو ونحفظه ونسجله، وفي مدرسة الألحان بيحفظونا ألحان وإبتي وطقس وأشبية. صحيح أخدنا خطوات وتقدمنا كتير، لكن أكيد كان في صعوبات في البداية. في البداية أنا كان الموضوع صعب عليا جداً، أنا كنتش عارفة أبتدي إزاي، لغاية ما صطفت إن أنا كنت في كنيسة كبيرة في اسكندرية، سألتهم لو في خدمة للمكفوفين، قالوا لي أيوة وادوني الميعاد وبقيت أروح، لقيته اجتماع عادي جدا، لغاية ما ابتدوا بقى شنودة يكبر واحدة بواحدة، ابتدوا هم يوجهوني الخدمة بتاعته، المدرسة
هيخش مدرسة اسمها مدرسة النور، وابتدوا يجيبوا لنا خدام كمان يعلمونا البرايل، بحيث ان احنا لما يبتدي دراسة كنا ابتدينا معاه من بدري كمان، يعني من سن 4 سنين، من قبل الحضانة ومن قبل المدرسة خالص ابتدينا ان احنا نشتغل معاه، وكان متجاوب جدا معانا يعني. اللهم التفت الى معونتي يا رب اسرع واعني، ليغزى ويخجل طالبه نفسي، وليرتد الى الخلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، وليقل في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب. وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني أنت معيني ومخلصي، يا رب فلا تبطئ. هللويا. الأطفال بيتصرفوا بالفطرة وبالحب، لكن يا ترى أصحاب شنودة بيتعاملوا معاه إزاي؟ بيتعاملوا معايا عادي، أبقى بتمشى مع صاحبي مثلاً في درجة، خلي بالك اطلع انزل، واصحابي مصاحب اصحاب كتير قوي في كل مكان. انا بتمنى اشوفه احسن واحد في الدنيا يعني، وانا شايفاه كده يعني، انا شايفاه ان اعاقته دي مش ما هيش اعاقه، بالعكس يعني فتح له ابواب كتيره جدا، متميز في حاجات كتيره جدا يعني، هي مش اعاقه، ويعني بتمنى ان هو يوصل لأعلى حاجة في الدنيا يعني. أقول لأخويا إن أنا بحبه قوي وما أقدرش أستغنى عنه. بابا وماما بيجيبولي كل حاجة أنا عايزها، يعني مثلا عايز حاجة حلوة بابا يقوم جايبها لي على طول، وبقى أنا مثلا في قلبي عايز كذا أبص ألاقي بابا جايبه من غير ما أقوله. ماما مثلا عايزين علبة بسكوت وهي في المدرسة ضروري تجيبها لنا. وزي ما في أطفال عندهم مهارات في الدراسة والتحصيل والحفظ، في غيرهم عندهم مشكلات في التعلم أو صعوبات في التعلم. النهاردة هنتكلم عن مصطلح انتشر في الفترة اللي فاتت، هو مصطلح صعوبات التعلم. هو يعني إيه صعوبات تعلم؟ صعوبات التعلم هو اضطراب أو تأخر بيحدث في العمليات المعرفية أو النفسية للطفل. زي إيه العمليات دي؟ زي الانتباه والتركيز والذاكرة والمفهوم والقدرة على التعبير، ومنها اللي بيأثر بعد كده على المشكلات المدرسية زي القراءة والكتابة والحساب والتهجي. طيب هي ايه انواع صعوبات التعلم؟ صعوبات التعلم نوعين، في نوع اكاديمي وفي نوع نمائي. النوع الاكاديمي اللي ده اللي بيظهر مع الطفل في بداية دخوله المدرسة، اللي زي عصر القراءة وعصر الكتابة والحساب، ودي بتبقى يعني واحدة او اتنين فقط في المواد الدراسية. أما النمائي ودي اللي بتبقى في الإدراك والانتباه والتركيز والذاكرة، تيجي الأم تشتكي كتير إن ابني بينسى، ابني مش بيركز، ابني النهاردة نحفظ بكرة نسي، دي كلها مشاكل نمائية. طب هو أنا إمتى أعرف إن ابني عنده مشكلة أو عنده صعوبات تعلم؟ في البداية اللي أنا قبل ما أعمل له اختبار ذكاء بيظهر عليه واحد أو اتنين من الظواهر اللي هنقولها. أول حاجة عصر قراءة، بنلاقيه مش عارف يقرأ كويس، بيتهجى وهو بيقرأ. كتابة، نيجي يكتب يتلخبط في الحروف، الألف يعكسها، السين يكتبها صاد، يتلخبط في أصوات الحروف السين والصاد، الته والطا، دي المشاكل اللي هي في اللغة العربية أو في العربي. بالنسبة للحساب هنلاقيه بيتلخبط بين 7 و8، 2 و6، الرموز الحسابية زي الجمع والطرح، دي كلها مظاهر بتظهر على الطفل. من هنا بنعرف إن في مشكلة. في البداية بنذهب لأي أخصائي، بنعمل اختبار ذكاء، وبالنسبة لاختبار الذكاء بتاعه هنعرف هو ضمن فئة صعوبات التعلم ولا مش صعوبات التعلم. لو طلع متوسط أو فوق المتوسط ده بيبقى دول الفئة اللي احنا بنحطهم تحت صعوبات التعلم، أقل من كده دي بتبقى فئة تانية، ويبقى يا إما بطيء تعلم أو تأخر دراسي، ودول هنعرف مظاهرهم. بعد كده ازاي بقى ببدأ العلاج؟ بشوف يا ترى هي الصعوبات التعلم اللي عند الطفل أكاديمية ولا نمائية، والغالبا بتبقى الصعوبات النمائية هي السبب الرئيسي في الأكاديمية. يعني عشان لو طفل عنده مشكلة في الإدراك مش هيعرف يدرك بين صوت الحروف، بين 6 و7 زي ما قلنا، بين الـ2 والـ6، وهلاقيه بيتلخبط، ده عنده مشكلة في الإدراك.
في الانتباه مثلا والتركيز والذاكره، هنلاقيه بينسى. طب ما هو النهارده بيقرا حاجه بكره بينساها، ده بيبقى عنده مشكله في الذاكره، يبقى دي كلها مشاكل نمائيه. فاحنا بنبتدي نحط برنامج للطفل في البدايه على المشاكل النمائيه للتركيز والانتباه والذاكره، ومنها بيتحسن الطفل يعني تدريجيا. بنلاقي بعد كده البرنامج اللي بنحطه برنامج تاني للاكاديمي، سواء عصر قراءه او كتابه او حساب، من هنا بيبدا الطفل، بنبقى ماشيين باتنين برنامج، برنامج اكاديمي وبرنامج نمائي، فبتحسن الطفل جدا. طيب هو امتى الصعوبات بتظهر على الطفل؟ يا ترى اول ما بيخش الدراسه ومرحله الدراسه ولا لا؟ للاسف في امهات كتير بتتغاضى جدا عن المشاكل النمائيه وما بتاخدش بالها ان الطفل من سن سنتين وثلاث سنين ما بيبانش عليه المشاكل النمائيه اللي هو التركيز والانتباه والذاكره. لو الام ما لاحظتش في السن ده المشاكل دي، هتبان لما يدخل المدرسه، بتبان بقى المشاكل الاكاديميه. انا كأم اعرف ازاي اذا كان ابني عنده صعوبات تعلم ولا لا؟ فبننصح كل ام تخلي بالها من ابنها وهو صغير وتراقب انتباهه وتركيزه والذاكره بتاعته. يعني مثلا مثال، لو ام قالت لابنها روح المطبخ هات لي الكوبايه من على الرف وانت طالع اطفي النور، هنلاقي الطفل يروح المطبخ ويجي جاب الكوبايه ونسي يطفي النور. من حاجتين اعمل حاجه واحده. هنا الام تبدا تراقب الطفل وتبدا معاه بانشطه وتدريبات واوامر، امرين نشوف هينفذ امر واحد ولا الاثنين ثلاثه، ونشوف ونراقب. من هنا بتبان المشاكل من الطفل وهو صغير، لان احنا لما بنحل المشاكل دي وهو صغير وبنراقبها، لما الطفل بيوصل لمرحله المدرسه المشاكل دي لو ما كانتش متعالجه ولا كانت الام مدركه يعني انتباه او تركيز او ذاكره، هنا بيبان المشاكل الاكاديميه للطفل، لان الاسباب الاساسيه للمشاكل الاكاديميه هي المشاكل النمائيه. تاني حاجه، ايه دور بقى البيت والمدرسه في الطفل اللي عنده صعوبات تعلم؟ الطفل ده بيبقى منبوذ من زمايله، لانه طبعا التحصيل الدراسي بتاعه بيبقى منخفض، فبيبتدي ينطوي وبياخد كتير توبيخ من المدرسين ان هو مش بيفهم، انت مش بتحفظ، انت مستواك وحش. طبعا البيت الام برضو طول النهار احفظ، انت غبي، انت مش بتفهم، انت انت انت. فطبعا كل ده بيأثر على الطفل. فالبرنامج اللي احنا بنحطه بيبقى برنامج متكامل، برنامج مع اخصائي نفسي، برنامج مع اخصائي تنميه المهارات، برنامج مع اخصائي صعوبات التعلم، لان لازم الطفل في كل الجوانب دي ينمو طبيعي وما يبقاش في اي مشكله عنده، لان لو هو عنده مشكله نفسيه احنا مهما اشتغلنا معاه اكاديمي الطفل مش بيتحسن، لان برضه بيتعرض لتوبيخ في المدرسه، وابتدي البيت برضه نفس القصه، ده مش بيتحسن، ده ضعيف، انت غبي، انت مش بتفهم. ونبدا بقى المقارنات، زميلك جاب درجه احسن منك، ابن خالتك مش عارفه جاب قد ايه، وبتبدا المقارنات دي بتاثر على الطفل وعلى نفسيته. فده احنا بننصح ان كل ام طفل صعوبات التعلم هو طفل طبيعي وذكي جدا، وفي منهم بيوصل نسبه الذكاء بتاعهم فوق المتوسط واكتر كمان للمتفوقين، هو طفل طبيعي طبعا. طيب انا دلوقتي لو ابني عنده مشكله في المدرسه برضو، يبقى ده كل الاطفال صعوبات تعلم؟ لا، هو في فرق بين صعوبات التعلم وحاجه اسمها تاخر دراسي وبطء في التعلم. صعوبات التعلم بيبقى ماده واحده او اتنين بالكتير، اما التاخر الدراسي ده بتبقى في جميع المواد، بيبقى الطفل عنده تاخر دراسي في جميع المواد. وبطيء التعلم بيبقى عنده مشكله في الاستيعاب، يعني استيعابه بيبقى بطيء. فاحنا لازم نفرق بين التلاتة، صعوبات التعلم، بطيء التعلم، تأخر الدراسي. وده بيبان طبعا في اختبار الذكاء، لان اختبار الذكاء 90 فيما فوق اللي هو المتوسط فيما فوق، دول بيبقوا متفوقين ومتوسطين، ودول اللي بنحطهم ضمن فئة صعوبات التعلم. اقل من المتوسط دول اللي احنا بنصنفهم بطيء تعلم او تأخر دراسي او يعني اعاقة عقلية او اعاقة بسيطة. فمن هنا الام بتلجأ للاخصائي المختص، اخصائي نفسي، اخصائي صعوبات تعلم، اخصائي تنميه مهارات، وبتبتدي تنمي ابنها من الناحيه دي. عرفت ان ابني عنده صعوبات تعلم، طب هو في الحاله دي هيعرف يواصل في المدرسه؟ احنا لو مشينا على البرامج صح، الطفل بيكمل وبيمشي وبيتعالج وبيتحسن وبيبقى طبيعي جدا. لكن في
أطفال أو أمهات بيضطروا يحولوا أولادهم لنظام الدمج، لأن في نظام الدمج بيبقى المناهج أسهل، طريقة الامتحان بتبقى أسهل، الطفل بيقدر يحس إن هو مستوى كويس، ما بيحسش إن هو أقل من زمايله، بيبتدي يتحسن نفسيا، يتحسن دراسيا، درجاته بتكون حلوة فبيتحسن، لأن هو الامتحانات بتبقى أسهل طبعا والمناهج بتبقى أسهل بكتير، وده اللي بيلجأ ليه معظم أولياء الأمور اللي هو نظام الدمج. أبطال كتير من طفولتهم كانت حياتهم مليانة تحديات وكان ممكن يتهزموا بسهولة، لكن أصبحوا مشهورين في العالم كله بسبب إصرارهم واستثمارهم لموهبتهم، ومنهم البطل الرياضي كيرتيس برايد اللي اتولد سنة 1968 في الولايات المتحدة الأمريكية. اكتشفت أسرته في طفولته المبكرة إنه أصم بنسبة 95%، وأثناء دراسته في المدرسة الثانوية اللي كان هو الطالب الأصم الوحيد فيها ظهرت موهبته الرياضية في البيسبول وكرة السلة وكرة القدم، ولأن أسرته اهتمت بيه وبتنمية مهاراته من بدري بالرغم من إنه أصم قدر يستفيد من نسبة السمع الضعيفة جداً اللي موجودة عنده وينمي مهاراته اللغوية شوية بشوية عن طريق جلسات التخاطب، وكانت النتيجة إنه بقى مش بس بيعرف يتكلم بدرجة تخلي الناس تقدر تفهمه، لكن كمان بقت عنده مهارة في قراية حركة الشفايف. شارك برايد في بطولات ومباريات كتير، وكان أول لاعب أصم يشارك في البطولات دي، وانضم لفرق مختلفة أثناء مشواره الرياضي. في سنة 1985 كان واحد من أفضل 15 لاعب كرة قدم في بطولة العالم تحت 16 سنة اللي أقيمت في بكين، وتوالت إنجازاته في البطولات الرياضية لمدة 25 سنة تقريباً. وفي سنة 2008 تم اختياره كمدرب بيسبول لفريق جامعة جالوديت. وبالإضافة لإنجازاته الرياضية، كيرتيس برايد بيدير مؤسسة خيرية هدفها دعم الأطفال الصم وضعاف السمع ومساعدتهم في التعليم وتعلم المهارات الحياتية. وقدر برايد يثبت إن تنمية المهارات في فترة الطفولة بيساعد الشخص بدرجة كبيرة إنه يعيش حياة طبيعية. أطفالنا ممكن يكونوا عندهم مشكلات في الكلام، عشان كده هنكمل معاكم سلسلة التخاطب وهنعرف إزاي نعلمهم ينطقوا الكلمات. بدر فين؟ زا. شاطر، هاتها. برافو. زا. بدر فين؟ را. شاطر، را. بدر، عا. شاطر، قول بقى دي ايه؟ شا. ودي؟ را. عا. شاطر، مع بعض تبقى شا. را. بسرعة، قولها بسرعة. زا را عا. برافو عليك. زرعة. زرعة يعني ايه يا بدر؟ مين بيزرع؟ الفلاح. مين بيزرع؟ قول معايا فلاح. فلاح يزرع في الارض، يحط بذرة، يزرع ايه؟ قوطة. فلاح يزرع مشيخ. شاطر. فلاح يزرع عنب. فلاح يزرع عشان مين ياكل؟ عشان بدر ياكل، ماما تاكل، بابا ياكل. زرع. شا. زا. شا. را. را. عا. برافو عليك يا بدر، تحية كبيرة ليك، مبسوطة منك. ناخد كلمة كمان، نرجع دول مكانهم. يلا قول كده معايا يا بدر. و. شاطر، هاتها. و.
ز هايل ما شاطر. قول معايا فشان ن شاطر. و ز ن فشان مع بعض وزن. يعني ايه وزن؟ وزن اوزن في الميزان. مين شاف ميزان؟ شفت ميزان؟ ميزان فين بشوفه؟ فين ميزان بشوفه؟ فين وانا فين؟ ممكن هنا ارجع لايه لو نفتكر مع بعض؟ ارجع للمهن. بشوف الميزان فين؟ اهي بشوف الميزان فين؟ عند مين؟ الفكهاني. ايوه بتاع الخضار. بتاع الفاكهه. بتروح السوق؟ السوق. اروح السوق مع مين؟ تروح السوق مع مين؟ ايوه مع مين؟ مع ماما. اشتري ايه؟ ايوه عنب. فراولة. تفاح. مين ده؟ الراجل ده بيحطه فين؟ في الميزان. وزن. برافو عليك، بحييك يا بدر، مبسوطة منك جدا. وهكذا كلمة كلمة كلمة، يستحسن يكون لها مدلول، يستحسن يكون لها تاريخ معانا عشان يقدر يربط ما بين الكلمة وما بين استخدامها وما بين طريقة كتابتها. أطفالنا الصم محتاجين يتعلموا حاجات كتير من الكتاب المقدس، وهنتعلم معاهم النهاردة ثمر الروح القدس. بسم الله وبالابن الروح القدس إلهنا واحد أمين. أنا مبسوطة أن أنا معاكم في برنامج إنسان، وإن شاء الله هنتعلم حاجة حلوة قوي وهنحفظها مع بعض. إحنا دايماً في الكنيسة دايماً بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، وأي سر بناخده بيبقى فيه الروح القدس. فالروح القدس ده ليه ثمار. الكتاب المقدس فيه 9 ثمار للروح القدس. احنا دلوقتي هنعرفهم ونعرف اشارات. بيقول ثمار الروح القدس: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، وداعة، تعفف، إيمان. هقولهم تاني. يبقى ثمار الروح القدس: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. يبقى كل دول هما ثمار الروح القدس، وهما 9. ونتقابل مرة تانية ونتعلم حاجات جديدة. شكراً. حبايبنا اللي مفيش حد في غلاوتهم، هما دايماً مركز اهتمامنا، ومهما تعبنا عشانهم بيهون التعب لما نشوفهم ناجحين ومميزين، وخصوصاً لو ليهم ظروف مختلفة أو محتاجين رعاية من نوع خاص. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية: 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان، أنا عندي طموح.